حاجة كويسة طبعا، وهتظبط الأسعار إن شاء الله. طب ما يا ريت تبقى تتحط على المنتج، يا ريت تبقى أفضل شيء لما تتحط على المنتج. أنا زمان وزير التموين مفكر في الكلام ده كله، كلام كويس جدا لسبب إن أنا أبقى داخل المكان وعارف أنا بقى إيه بشتري إيه، بدل ما كل واحد يحط أسعار زي ما هو عايز. الكلام ده كان يحصل من زمان. ده صح إن لازم الجماعات الاستهلاكية تحط الأسعار على المنتجات بتاعتها. لازم عشان الناس هتبقى عارفه سعر الحاجه ازاي هتجيبيها، وممكن انت لو ما حطيتيش سعرها يحطوا هم اسعار ثانيه مزاجهم، ما فيش حاجه سعرها غاليه ولا رخيصه. كلام مظبوط، بس هم ما بيعملوش كده، ما بيحطوش اسعار اي اسعار. الرأي كويس، الرأي كويس انه يحط التسعير على اي منتج، اي جمعيه في اي محلات يحط التسعير عشان ما حدش يستغل المواطن.